السلام عليكم سي الركبي. مشاهدينا الكرام، دائما كنحاولوا نطرقوا المواضيع اللي هي كتقيس واحد الشريحه من المجتمع. فكيف ما كتعرفوا ان موضوع الرقات احيانا يثير ضجه على مواقع التواصل الاجتماعي، فالراي ديالك في بعض الرقات اللي كيقولوا باننا رقات متمكنين وكيقولوا شي اشياء اللي ربما لا اساس لها من الصحه، تفضل. السلام عليكم والسلام على من اتبع الهدى. السلام عليكم والسلام على من اتبع الهدى والسلام على جميع الناس. الموضوع ديالي بكل اختصار، غادي نتكلم على ذوك الرقات، اللي بحالهم بحال الشوافات، سبحان الله العظيم. هذوك الرقات اللي ما كيخافوش الله واحد القهار، هذوك الرقات اللي كيقولوا احنا كنخرجوا الجن، وهما ما عندهمش حتى شي صله مع الجن. والجن كيف كيقول عليها الله سبحانه وتعالى في القرآن، سيدنا سليمان عليه السلام شنو قال؟ قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي من بعدي أحد. ملكا يعني كيتكلم مع الجن والشياطين، هذه لا ينبغي. وكتجي أنت يا راقي يا ميخي بين قوسين، وكتجيب لأنك تدعو لنا حيد الجن. حتى حيد ذاك المرض اللي فك، حيد غير ذاك، حيد غير ذاك الوسواس اللي فك، وحيد غير ديك السياسه ديال الشياطين نعلم الله. واخا شنو هو؟ لا اسمح لي باش ما نطولوش، ان الوقت ضيق. واش اي شخص من هب ودب انه يقدر يمتهن هذه المهنه ديال انه يكون راقي، انه يرقي الناس الى اخره، واش ساهله؟ هذه المهنه ديال الراقي تفرق عليها الباب اللي جا كيدخل ليها، والرقات اللي جينا ندرسوا النوب الاولى ديالهم، الحالات ديال الاولى، لان ما في القرن 21 تكونت كعصابه، ماشي كرقات انهم كيعبدوا الله واحد القهار كيدوا الناس. والرقات في واحد الوقت كانوا عباره عن 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 اناس بحال قلتي فقهاء، بحال قلتي اناس كيرشدوا الناس، ولكن مع انتم قلتوا لي التفصيل ما شاء الله. هاد الرقات بقى غادي يقول الا من رحم ربي، ماشي مشكل. اما هاد الرقات هذو اللي قلبوا التفصيل، وباختصار باختصار باختصار، يا ايها الرقات، يا ايها الكهنه، يا ايها الكهنوت، يا ايها شنو المجرمين، تقوا ربكم. انا غندوي شويه عندك المريض اللي انتم كتقولوا لانكم انتم رقيتوا وما لقيتيش حتى راسك، سبحان الله العظيم. فاقد الشيء لا يعطيه، وكنشوفكم في بعض المواقع حشومه عليكم وعيب عليكم انكم كديروا مره كتحيار، وانت كتملس فيها يعطيك العاده، وانا عاب يعطيك العاده، انت كتملس فيها وكت بزاف ديال الحوايج استحيت. وحتى المبلغ احيانا ديال الحصص يكون مبلغ باهظ احيانا، وعن مبلغ سبحانك يا جليل. هذوما الناس اللي كيبيعوا في الدين. عندك هاد الرقات، وعندك ذوك الاخرين اللي توما كيبيعوا في الدين، قال الله وقرر الرسول، هذوك الموضوع ديالهم بوحدهم، بقوا في الرقات. يا الرقات قولوا عندنا الشر يجي من على الله سبحانه وتعالى، ونعلو على ابليس نعلوه الله. وهذا الشيء كيدير فيه، انا ما بغيتش نفسر بعض الامور، لانك انتم عندكم علاقه مع الشعوذه، وعلاقه عندكم مع الجن، وكتقولوا بان واحد الانسان فيه الجن العاشق وغير العاشق. يا مسخيط الوالدين، نعم يا مسخيط الوالدين. من هم؟ من يمتهن المريض والراقي، كنجمع معاهم بجوج. واش ولكن المريض ماله مسكين؟ المريض لا، ما هو ذنبه؟ واخا ما ذنبه، سير السؤال ديالك. يا ايها المريض ويا ايها الراقي، اش نقول لك؟ بجوجكم في النار، لان الرقيه اللي بغيت ترقي راسك ترقي راسك براسك. مثلا انا مريض وبغيت نرقي راسي، غادي نشري واحد الكاس ديال الماء وغادي نقرا عليه وغادي نشربه. اذا ذاك الماء ديال الكاس ديال الماء ملي كيدخل الذات ديالي، ما كتسولوا متى كتسولاتوا منين؟ جاتوا من نفس الذات، ديال نفس الروح. زائد حاجه اخرى، الحوايج اللي كيحيدوا السحر غادي نقول دابا بعجاله. السحر كيحيدوا جوج حوايج. تفضل. اولا كيحيدوا السحر، لان السحر كيتحيد السحر وهذا حرام. القسم الثاني، ولا هو النحر. لا بدا خصك تنحر هذاك الشوافه وهذا الكاهن اللي ملي كيذبح واحد الهيمه الكحل والاحمر وميره وعيشه وزيد وزيد، انت خذ واحد خروف وذبحيه في سبيل الله، هو كيشري شي خروف، كيذبحوا الميره، كيذبحوا العيشه، كيذبحوا دوك الناس اللي عبدك الشياطين. انت عندك اعتقاد بالله لواحد القهار، خذ خروف وانحره، ذبحيه في سبيل الله. ونزيدكم قضيه اخرى، العقيقه عندها تأثير كبير في السحر،
سأحاول شرح بعض النقاط. حطنا في الصورة بعجالة. نعم، الإنسان اللي عنده العقيقة يعني دابحين عليه، هذاك ما كيأثرش عليه السحر بزاف. الإنسان اللي ما عندوش العقيقة ما دابحينش عليه العقيقة، هذاك باب كبير لأي سحر.